زينب، رح نبدأ أولى محطاتنا لليوم. فحرب تشرين التحريرية شكلت يوم مفصلي ليس بذاكرة السوريين وإنما بذاكرة العرب، وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. رح نتعرف على معاني ودلالات هذا اليوم، وأكيد بيسعدنا نرحب بسيادة العميد غالب جازية، رئيس فرع الإعلام بالإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين وكل تشرين وشعبنا وقائدنا بألف خير. كل عام وانت بألف خير، ويسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، نورتنا. يعني بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، خبرنا عن افتتاحية بما كونك قارئ وكاتب ومطلع على طبعا أحداث حرب تشرين، ويمكن بدك تهدينا كلمة افتتاحية بمناسبة هالذكرى العظيمة. طبعا من هذا الصرح العظيم وفي الذكرى 48 لقيام حرب تشرين التحريرية، ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين استعذبوا الموت ليحيى الوطن، ونحيي جرحانا الميامين الذين أزهرت جراحهم النصر تلو النصر والإنجاز تلو الإنجاز، ونحيي رفاقي في الجيش والقوات المسلحة حماة ديارنا ومصدر فخارنا، ونقول لهم ها هو تشرين يعود إلينا، نكبر فيه فيكبر فينا، نسقيه إرادة حرة ودما طهورا، فيزهر مجدا تليدا ويثمر نصرا أكيدا، يزلزل كيان الغزاة ويقض مضاجعهم ويحطم كل أساطيرهم المزعومة. نعم، في مثل هذا اليوم حجزنا بكبريائنا كرسيا على جدار الشمس، عمدناه دما فصار الياسمين سيفا، وصار الخيل برقا، وصار الحلم حقيقة، وتحطمت أسطورة الجيش الذي زعموا أنه لا يقهر أمام عنفوان المقاتل العربي السوري الذي قرر كسر جدار الوهم ليجلو غبار هذا الوهم، ولتطلع منه شمس العزة وأقمار الكرامة في أول انتصار عربي خلف راية القائد المؤسس حافظ الأسد، وليزهر تشرين قصائد من ورد على شفاه الياسمين. وهنا أقول تشرين أقبل والأماني في يدي، وعلى جفوني تشرق الأنوار، أرض ولو ود الإله بأرضنا سكنى لكان جبالها يختار، في كل ناحية لنا متقرب وبكل طائرة لنا طيار، ولنا ببشار بشائر نخوة سيف يقد وعسكر جرار، ولمن يظن الشام لقمة آكله شوك بفيه وعلقم مرار، قسما أناملنا الحراب إذا هم حلموا بها وجباهنا الأسوار، فبكل حصن خالد وقتيبة ولكل خيبر حيدر كرار. حلو، يسلم تمك. دائما لما نحكي عن بطولات الجيش العربي السوري ما فينا ما نربط بطولات الماضي بالبطولات الحاضرة، وخصوصا بلدنا دائما هي محط استعمار العدو. خلينا نحكي اليوم عن أهمية الشعر والنثر، وحضرتك لك باع طويل بهذا المجال، حضرتك 9 دواوين. خلينا نحكي عن أهمية اليوم التدوين الشعري والأدب والنثر بحفظ هاي البطولات. طبعا حرب تشرين التحريرية هي شعلة متقدة لم تزدها السنين إلا ألقا وتوهجا، وهي ما زالت تحيي في النفوس الأمل وتشعل تباشير الفجر في ذاكرة الأمة العربية. وحرب تشرين التحريرية لم تكن حدثا عابرا، بل كانت أحدثت تحولا نوعيا في الصراع العربي الصهيوني، حيث امتلك العرب لأول مرة قرار الحرب، قرار اتخاذ الحرب، التخطيط والإعداد والمبادئة، وبالتالي
حدث هناك تحول استراتيجي في عملية الحرب. هذا التحول أثبت من خلاله المقاتل العربي والإنسان العربي أنه قادر على تحقيق الأهداف، قادر على تحرير الأرض، قادر على مقارعة العدو، قادر على تطهير هذا التراب من دنس الاحتلال، قادر على استعادة الكرامة التي كادت أن تهدر. فتكونت مفاهيم استراتيجية جديدة في حرب تشرين التحريرية. هذه المفاهيم تحدث عنها القائد المؤسس حافظ الأسد حين قال: نحن لم نحرر الأرض، ولكننا حررنا ما هو الأساس والذي لا بد من تحريره. حررنا إرادتنا من الخوف، حررنا إرادتنا من اللامبالاة، حررنا نفوسنا من عقد الذنب والقصور. فهذه الحرب بعظمتها وهيبتها لا شك أنها شكلت مصدر إلهام كبير، وخاصة للكتاب والشعراء، لأن الكلام الذي يكتبه رجال القوات المسلحة يلقى صداه في القلم. فالعناق السيف والقلم هو عناق دائم وأزلي، وهو أصدق عناق يمكن أن يعبر عنه الكاتب أو الأديب، وهذا ما عبر عنه الكثير من شعرائنا، ومنهم الشاعر سليمان العيسى حين يقول: على أقدامنا سقط المحال، وأورقت الرجولة والرجال، سرايا من ترابك يا بلادي، نبتنا من شموخك ما نزال. فالكثير من الشعراء والأدباء عبروا عن عظمة تشرين وعن أهمية هذا النصر في تاريخ العرب الحديث، وخطوا قصائدهم وقصصهم بأحرف من نور لتكون منارة للأجيال، تستلهم منها الأجيال معاني الأجداد والآباء، لتكون طريق هداية لهم إلى المستقبل المنشود. يعني جيشنا البطل أثبت أنه هو جيش عقائدي، وأثبت إنجازاته من حرب تشرين التحريرية حتى يومنا هذا، بالحرب خلال الحرب على سوريا. خلينا نحكي عن روح تشرين الموجودة عند الجيش العربي السوري. هي الروح اللي عم تشحذهم بالهمة بالبطولة بأنه الحفاظ على هالأرض وهالتراب. طبعا الجيش العربي السوري هو مدرسة وطنية عريقة بالأخلاق والوطنية والكرامة والرجولة. يعني الجيش العربي السوري هو المدرسة التي تخرج الرجال لهذا الوطن طبعا. وهذه المؤسسة أثبتت عبر تاريخها الطويل بأنها الأمينة على هذا الوطن، وبأنها قادرة في كل محطات التاريخ على أن تكون على قدر الأحداث وتحافظ على سوريا أرضا وشعبا. طبعا الحدث تشرين ورجال قواتنا المسلحة، هذه المؤسسة العسكرية العظيمة واجهت حربا من نوع مختلف، حربا مركبة، حربا شاملة لم يكن رجال قواتنا المسلحة مدربون عليها. فالرجال قواتنا المسلحة كانوا مدربون على حرب ضمن نطاق معين وضمن مجال معين وضد عدو معين هو العدو الصهيوني، ولكن فجأة فرضت عليهم هذه الحرب المركبة التي بدأت بحرب تضليلية إعلامية نفسية، تم استخدام فيها الدعايات المغرضة والشائعات وأبواق إعلامية لا حصر لها، ومن ثم انتقلت إلى حرب العصابات، وانتقلت إلى حروب تقليدية، وحارب حيث حارب رجال قواتنا المسلحة في كل الأماكن وفي كل المواقع، فوق الأرض وتحت الأرض، في الأنفاق، في التلال، في الهضاب، حاربوا في كل، وكانوا على قدر الحدث، حيث أبدعوا تكتيكات واستراتيجيات حربية جديدة، واستطاعوا في كل نقطة من نقاط الاشتباك أن يحققوا الانتصار وأن يطهر الأرض السورية من العصابات الإرهابية التكفيرية المسلحة، حيث كان أحيانا في بعض الأيام يكون أكثر من 4000 نقطة اشتباك على مساحة الجغرافيا السورية خلال هذه الحرب. وكان رجال القوات المسلحة على قدر المسؤولية، وكانوا دائما هم صناع الانتصار، وهم فرسان النور، يستلهمون عظمة تشرين، يجسدون أنهم هم الأحفاد والأبناء الأمناء لأولئك
الرجال العظام الذين خطوا ملحمة تشرين الخالدة. حضرتك ذكرت عن حرب تضليلية اليوم مورست، خلينا نحكي عن إعداد المقاتل اليوم الجندي السوري، عم يملك روح معنوية قوية للمجابهة والقتال، وبرأيك خلينا نحكي ليش ما لازم ننسى نحن بالذكرى 48 لحرب تشرين التحريرية، رغم كل شيء ما مر على سوريا، ولكن نحن بكل عيد بنضل نستذكر هذا اليوم، ليش برأيك ما لازم ننسى التاريخ أبدا؟ طبعا الجندي العربي السوري هو إنسان، وهو ابن هذا الشعب الأصيل بما يمتلك هذا الشعب من قيم الأصالة والشجاعة والشموخ والصمود والإباء والكرامة. فهذا الإنسان عندما يأتي إلى صفوف القوات المسلحة يتلقى أنواع مختلفة من التدريبات، تدريب سياسي، تدريب عسكري، تدريب رياضي، وهذه التدريبات المختلفة التي يتلقاها هذا الإنسان كلها تصب في بناء شخصية المقاتل من مختلف النواحي لكي يكون مقاتلاً نوعياً قادراً على تنفيذ مهامه في مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرض لها. هذه التربية التي يتلقاها الإنسان في الجيش والقوات المسلحة هي تربية وطنية، تربية عقائدية تعزز فيه القيم الأصيلة، وعندما يتلقى الإنسان هذه التربية تتشكل لديه الإرادة، الإرادة الصلبة، وعندما يمتلك المقاتل الإرادة الصلبة ويمتلك القناعة الراسخة التي لا يمكن أن تتزحزح فهو لا بد أن يحقق النصر. ومن هنا جاءت أهمية حرب تشرين التحريرية التي يجب أن نستذكرها دوما لتكون نبراس هداية للمقاتلين بأننا نحن أحفاد رجالات عظام، ونحن من أمة عظيمة، ونحن من سوريا مهد التاريخ والحضارة والأبجدية، منها انطلق أول شراع وفيها كانت أول حبة قمح. عندما يعلم أن المقاتل أنه من هذا الوطن العظيم وأنه سليل أولئك الرجال العظام، فهذا يستنهض فيه القوى الكامنة ويستنهض كل طاقاته الخلاقة بأنه لن يسمح أبدا لأي معتد أو غاز أن يدنس هذا الأرض، ويكون دوما طريقه معروف، وهذا يقين بأنه أمامه إما طريق الشهادة أو النصر. ومن يلاحظ الحرب التي الآن تجاوزت 10 سنوات يرى كيف صمود الجيش العربي السوري. لا يمكن لأي جيش أن يصمد طيلة 10 سنوات ونيف من الحرب لو لم يكن يمتلك هذه التربية وهذه القناعة وهذه العقيدة الوطنية، ولو لم يكن هذا الشعب الأصيل يحتضن هذا الجيش. فجيشنا باحتضان شعبه وبقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بهذه الثلاثية الرائعة ستبقى سوريا عصية عن الانهيار، ستبقى سوريا عصية عن الانكسار، وسيبقى عنواننا في الجيش العربي السوري دائما الانتصار. أكيد. يعني خبرنا كونك رئيس فرع الإعلام بالإدارة السياسية اليوم عن أهمية هذا اليوم، وخاصة نعرف دائما بكل الجيش العربي السوري هناك احتفالات عدة بذكرى حرب تشرين التحريرية. أنتوا كفرع إعلام بالإدارة السياسية شو محضرين؟ كيف ممكن يكون هذا اليوم بالنسبة لكم؟ طبعا فرع الإعلام نحن نعتبر أنفسنا في فرع الإعلام وفي الإدارة السياسية جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، ونحن مع رفاقنا في الجيش العربي السوري في كل مواقع القتال. طبعا نحن معكم الآن في الإعلام، نحتفل بكل وسائل الإعلام الوطنية سواء الإعلام الحربي أو الإعلام الرسمي الوطني، فنحن نحتفل مع كل رجال قواتنا المسلحة في مواقعهم في التشكيلات، نقوم بزيارة صرح الشهيد، نقوم بالتعبير بالأغاني الوطنية والقومية، نقوم ببث الأفلام التي تجسد حرب تشرين لكي يرى المقاتلون يستلهمون من معاني تشرين هذه الصور. فنحن نقوم بكل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بإبراز عظمة هذه الحرب لكي تبقى هذه الحرب في ذاكرة الأجيال، لكي تبقى نبراس هداية
للأجيال القادمة لكي ننتقل من نصر إلى نصر ومن تشرين إلى تشرين. وكما قال القائد المؤسس حافظ الأسد إن الأمة التي حاربت في تشرين هي الأمة التي تعرف الطريق إلى تشرين آخر، وهو ما يجسده رجالنا اليوم. صحيح. لتصدق نبوءة القائد المؤسس حافظ الأسد وليتحقق تشرين آخر على أيدي رجال قواتنا المسلحة في هذا النصر العظيم. حكينا خلال الحديث مع حضرتك عن قيم ومبادئ اليوم المقاتل السوري نشأ عليها وتجذرت بشخصيته، خلينا نحكي عن أهم وأبرز هي الصفات اليوم يلي موجودة بالمقاتل السوري وساعدته اليوم لمواجهة حرب عالمية كانت اليوم، كان في حرب أيضا دعائية وإعلامية استهدفت أيضا الروح المعنوية عند المقاتل. نعم، من بداية الحرب العدوانية على سوريا منذ مطلع عام 2011 كانت المؤسسة العسكرية، كان الجيش والقوات المسلحة هو الهدف الرئيسي لدول العدوان، لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسة هي المؤسسة المؤتمنة على حماية أمن الوطن، وهي صمام الأمان لهذا الوطن بما يملكه رجال هذه المؤسسة من عقيدة راسخة ومن مبادئ ومن تربية قتالية ومن تدريب. لذلك كانت الجيش والقوات المسلحة هي الهدف الأول لدول العدوان، لكي فحاولوا بشتى الوسائل التأثير الإعلامي على الجيش والقوات المسلحة عبر مجموعة من العناصر الفارين تحت ما يسمى انشقاقات، وهي لم تتعدى عمليات فرار لبعض أشخاص، وعبر تشويه صورة الجيش العربي السوري بهدف شيطنة هذه الصورة أمام الحاضنة الشعبية التي يمتلكها وأمام الرأي العام العالمي. ولكنهم وبعد حرب 10 سنوات فشلوا فشلا ذريعا في التأثير على المقاتل العربي السوري، لأنه كما تحدثنا هذا المقاتل يمتلك أولا الإيمان بقضيته التي يقاتل من شعبها وأنه هو من أجلها، وأنه هو ابن هذا الشعب وعليه الدفاع عن هذا الشعب وعن هذا وعن هذه الأرض. فالمقاتل العربي السوري أثبت بصموده وصلابته وشجاعته ونبله صدق الانتماء ونبل العطاء وجمال الوفاء لهذا الوطن، وبذل دمه رخيصا من أجل أن يبقى هذا الوطن حرا عزيزا كريما. رح نختم معك سيادة العميد بأبيات شعرية تخلد ذكرى حرب تشرين التحريرية، تفضل. قم عانق الفجر وانظم شعرك الآن، فالأفق طلق وسحر الشام قد بانا. الله أكبر، هذا جيش أمتنا جاب الصعاب وخلى الشمس تهوانا. جيش تمرس في صوغ العلا قصصا إذا رواها يكون الساح برهانا. انظر إلى ميسلونا كم ترى عجبا من طهر يوسف جاء الرمل والهانا. الواقفون بوجه الريح قد عرفوا أن التراب نسيج من خلايانا. يا واهبا عمرك الغالي لموطننا أنت الرجاء وأنت الفخر مذ كانا. أما بتشرين جند النصر قد عزفوا يوم الوقيعة أنغاما وألحانا. صاغوا المنايا حياة في تدفقهم فأعشب السفح ياقوتا ومرجانا. قالوا نحاسبهم هيهات أن يجدوا في ليلك الشام غير السيف سلوانا. تزاحمت حولنا الأنواء وارتسمت أنياب أفعى تحيل الشهد قطرانا. جاءت كلاب العدا من كل شاردة يا شام كوني على الأعداء طوفانا. فاليوم نمضي إلى العلياء همتنا من منبت الشمس لا من منبت هانا. وبورك الجيش جيش الشعب مؤتلقا ما ضمت الأرض فرسانا وعقبانا. يعني يسلم تمك سيادة العميد، بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم ومن خلالك اليوم وقفنا على معاني ودلالات حرب تشرين التحريرية. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. أسعد الله صباحكم، ونحن في هذا اليوم الأغر نعاهد شعبنا الأبي وقائدنا المفدى
السيد الرئيس الفريق بشار الأسد أن نبقى الجند الأوفياء المدافعين عن عزة الوطن وكرامته. شعارنا دوما الشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأنها طريقنا إلى النصر. وكل تشرين وشعبنا وقائدنا وجيشنا وأنتم بألف خير. شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وخاصه تفاصيل ذكرى حرب تشرين التحريريه. بنقول لك العامه وانت بالف خير. شكرا لك وانتم بالف خير. شكرا كثير لك.